بسم الله بسم الله والحمد لله والله أكبر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا، يعني هنا ربي يفتح لك باب وعسى ميبي من الإمكان. إيش به؟ فما كان تفكير واحد لا صاحب له من أنواع التفكير، قال لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تكره حاجة اللي هي خير، تو قوتنا في إيران اللي قال يحكم تو، يعني عملوا جيش، عملوا جماعات لحراس من حراس الثورة والمجر، مهما كما تقول ظلمتم فهم على حاجة حقيقية، خير لهم أن يدخل في قتال أو أن في قتال مستمر عبر أيام مع كلاب الشرق والغرب، كرب وغير الكرب، مع الولايات المتحدة، مع الصين، مع روسيا، لكن الصين وروسيا مسألة العداوة مش واضحة كيف واضح النار، كما عداوة بني صهيون اللي مسيطرين على أكثر مناطق الأرض. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كرهوا أن يطعوا مال للبحث العلمي، للتصنيع الحربي، لأخذ بعض المعلومات عن طريق مؤسسات ولا من ينتمي تلك المؤسسات اللي تعطيها الخبر اليقين في مسألة من مسائل كما تقول أنت حراستهم من كيد الظالمين، وهذا مجرد نعود إن شاء الله.